النهاردة شايفة ازاي مرة تانية ممكن يكون في تحديدا الدراما؟ يعني يمكن لغاية النهاردة احنا بنفتكر مسلسلات مهمة جدا طبعا زي الشهد والدموع، ليالي الحلمية، رأفت الحلمية. الهجان، يعني في مسلسلات كده ومهما تعادت ما بتزهقش بنشوفها. منها طبعا. النهاردة المسلسل بيتعمل بتنسي، يعني استنى، يعني انا النهارده ما افتكرش مثلا شفت ايه في رمضان اللي فات، بتنسي كومبليتلي. ايه السبب في ده؟ هل فعلا موضوع ان الورق بتاخدوه متاخر ولا لا ايه مش مش السبب؟ لا مش مسألة ورق، مش مسألة ورق، مسألة مش معلش يعني انا بعتقد انه مفيش honesty، مفيش مش حقيقيين، مش لا مفيش ضمير، لا مش ضمير، مفيش انك بتمثلي، انت مش عايشه، انت بتمثلي. فاهمه الفرق؟ لما بتعيشي الدور انت بتوصلي للناس، لكن لما بتمثلي انت بتمثلي، بتمثلي حلو قوي، لكن انت مش عايشه الدور. فمش الناس، لما انت تعيشي الدور الناس هتكون عايشه معاكي، هتفتكرك في دور ثانية، اعتدال، بهية، هم عشان ايفر كده الممثلين بتوع زمان كانوا بيعيشوا، بيعيشوا اكتر. طبعا. وتلاقيهم عايشين. انت وانت بتفرجي على الافلام العربي بتاعت زمان، انت مش بتفرجي على ممثلين، انت بتفرجي على موقف، يعني عن قصة حياة. فما يعني ده اللي حقيقي بيحصل جدا. لكن النهارده الممثل ثلاث ارباعه مش بقى. طبعا في عندنا ممتازين ممتازين طبعا. جدا جدا، لكن انا بتكلم على يعني ناس في معينه. في استسهال اللي هو فينا النهارده ما بيقروش المسلسل، بيقروا دورهم. فانت منين هتتعايشي مع الـ مع الـ مع الموضوع الموضوع كله. كله؟ ما انت لازم تعرفي الموضوع ده ابعاده ايه ودي ابعادها ايه، وده حتى البيبي او الطفل ليه موجود البيبي ده وليه. فلازم تعيشي، لو ما عشتيش ده هتمثلي.